أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يصلى بالناس الوتر جماعة في ليلة العيد؟ هل يجوز أن يصلى بالناس الوتر جماعة في ليلة العيد؟ لا، ما يقصد هذا، لكن لو اجتمعوا يصلون التراويح ثم جاء الخبر في أثناء صلاة التراويح فإنهم الأحسن أنهم يصلون الوتر، أنهم يصلون الوتر، لأنهم مجتمعين، ما هم من أجل الوتر، مجتمعين للتراويح، ولكن صار ما فيه تراويح يصلون الوتر جماعة، أحسن من التفرق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.